من جديد مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من الحدث. اليوم 25 نيسان 2023، بصرنا أن أرحب بضيفي أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل. زمان مش عم نشوفك. كان في مرحلة يعني لازم هيك، كان يمكن عودة إلى النفس وترتيب بعض الأمور الداخلية، وهلأ رجعنا بضيافتك وبضيافة زملائك وزميلاتك بغير محطات. أهلا وسهلا فيك، وبغتنمها فرصة لأقول مرحبا لكل مشاهدي الجديد، ولحي إدارة الجديد، وحي جهودكم أنتو هالفريق اللي عم بيوصل الكلام الدقيق لهالناس. شكرا، أهلا وسهلا فيك. مواضيع كثيرة نبحثها، وبحاجة بهذه المرحلة إلى رأي فعلا مراقب ومن بعيد، وأقل بهذه المرحلة اللي فيها ضوضاء كثير من كل الأطراف، بعيدا عن أنه هذه الضوضاء مارونية. بدنا نحكي عن هذا الموضوع، هي ما لنا غير هيك. أين الأرثوذكس من الرئاسة؟ ستنا الكريمة، الأرثوذكس ممكن أنه يكونوا مثلهم مثل غيرهم بكل المراكز، مش بس رح أقول برئاسة الجمهورية، بكل المراكز، لأنه ما بينقصنا لا نخبة ولا ثقافة ولا التصاق بمشاكل الناس. يعني والتكوين المشرقي تبعنا بيجعلنا نحن أقرب بكثير إلى الانتشار في العالم العربي دون أي عقدة من أي طائفة أخرى. ولكن اليوم نحن مش بصدد تغيير المعادلة. المعادلة قائمة على رئيس جمهورية ماروني، ورئيس مجلس نيابي شيعي، ورئيس مجلس وزراء سني، ونائبي الرئيس تبع مجلس النواب والحكومة أرثوذكس. فبانتظار أنه الصيغة تتغير أو نروح نحو انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي أو تطبيق اتفاق الطائفة، ما هو تطبيق اتفاق. ليش قلت لك خارج القيد الطائفي؟ لأنه هو المدخل. انتخاب رئيس انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي هو المدخل لاستحداث مجلس الشيوخ. أنا ذاك لك الحادث حديث، بقينا بالطائفية نحكي، ظهرنا من الطائفية نحكي كلام آخر. الأرثوذكس ست كلارا بتكوينهم منهم طائفيين، بس قد ما دفعنا ثمن هاللا طائفية تبعيتنا قررنا أنه نحن كمان بدنا نفوت على هذه اللعبة، لو ما بتحاكي وجداننا بالحقيقة. لأنه بتعرف كتير منيح أنه كل الأحزاب اللا طائفية والقومية والعربية و كانوا كل المنظرين إلى ورؤساء الأساسيين في هذه المنطقة من الأرثوذكس. نعم. وهذا شيء معروف، لكن ما فيك تقبل أنك تدفع ثمن وطنيتك وعروبتك وهن يحكوك بالطوايف وأنت تكون براتها. فلا، نحن جوات هذه اللعبة. نعم. وإذا الموارنة بالذات وبقيادتهم بالذات بدهم يضلون يقولوا المسيحيين والشيعة والسنة والدروز والعلويين، لأنه عندهم قلة نظر بعدم حكي بماروني أرثوذكسي كوتالي إلى آخره، لأنه عم نحكي عند إخواننا المسلمين بكل مذهب بمذهبه. فإذا بدهم يضلوا يصروا يقولوا نحن المسيحيين، إيه لا، لكن كل المواقع اللي للمسيحيين هي مفتوحة لكل المسيحيين، يعني رئاسة الجمهورية مثلا. ليش لا؟ لأنه هذا الميثاق الوطني. لا، الميثاق الوطني حكينا عنه إيه؟ ومحترمينه يعني على بس اللي بده يجي هيك يعمل لي حاله أنه هو الزعيم المطلق تبع المسيحيين. إذا كنت عم تحكي عن المسيحيين زيح المذاهب من الطريق. إذا بدك تضلك محافظ على كيانك الماروني برئاسة الجمهورية، تفضل احكي عن المواروني برئاسة الجمهورية وعن الأرثوذكس اللي بيمثلوا فعلا بنيابة رئاسة مجلس النواب وبنيابة رئاسة مجلس الوزراء. مش تجيب زلمك ويقعدوا على يمينك وعشمالك. أنا مروان أبو فاضل ابن منير أبو فاضل، نائب رئيس مجلس نيابي تاريخي بلبنان، هو اللي مأسس نيابة رئاسة مجلس النواب. ما بقبل يقعد الرجل الرابع بالدولة على يمين إلا رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية. ما بيقعد على يمين وزير بتكتل، ما بتزبط عندي أنا. عم بتسمع النائب ليس بصعب وغيره علما أني عم شجع دولة الرئيس الياس أبو صعب يكمل بموقفه، يتميز ويتفضل يطلع يبين ميز يبين
يبين ويزيد. منك راضي على مسيرة نواب رؤساء مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذه الست سنوات أو أكثر سبعة ثمان سنوات الماضية؟ لا خلينا نحكي ونعرب، معلش أنا بعرب ما عنديش مشكلة، واللي عنده مشكلة يجي يحكيني. مرق بالتاريخ بلبنان نواب رؤساء مجلس شخصيات، يعني بدي أرجع عدلك، والدي مأسسة وانتخب على 15 مرة لما كان الانتخاب كل سنة بسنته، يعني كان في كل سنة معركة على الرئيس وعن نيابة الرئيس. مرق بالتاريخ بتاريخنا المعاصر الأستاذ عصام فارس، نعم، اللي عرف يعطي لنيابة رئاسة المجلس الوزراء كل معناها، رغم أنه بدأ قونني وبدأ شغل مثل نيابة رئاسة مجلس النواب. مرق الأستاذ ميشيل المر دولة الرئيس، يعني مرق قبل بالعهود السابقة فؤاد بطرس، شارل مالك، في شخصيات عند الأرثوذكس الأستاذ غسان، في شخصيات عند الأرثوذكس عرفت يعني تحكي بالوجدان الأرثوذكسي وتمثل الوجدان الأرثوذكسي، دولة الرئيس إلي الفرزلي. يعني في غيرون، بس دولة الرئيس إلي الفرزلي مش من زمان. برافو عليك. وأنا لكون صريح، دولته أخي وصديقي بمرحلة من المراحل. نعم هاي القعدة ما كانت عجبتني إلي. برأيك قعدة؟ هلا بدي رد. القعدة ما كانت عجبتني، وأنا بما أنه هالقد من فتح أنا وياه حكينا فيها، ولكن بالآخر رجع جلس مثل ما لازم، وهو قيمة أرثوذكسية كبيرة. ولكن تنطلق من فكرة، يكفي أنه أب قانون اللقاء الأرثوذكسي اللي هو الأحسن والأكثر تمثيلا للحالة اللي نحن عايشينها هلأ. بعدين بنحكي، بس هلأ هو اللي طلع بالقانون اللي هو الأكثر واقعا واقعيا، يعني واللي كل تبروا منه وقت اللي إجا بده. لا تبروا منه اثنين، الأكبر ربما اثنين تبروا منه وقتها القانون، الدكتور جعجع بعد ما كان موافق، صحيح، إكراما للرئيس سعد الحريري يلي من الأول للأخير ما كان موافق. هلأ ما بعرف إذا بيرجع بينطرح، ما بعرف إذا في قوة بتقبله وقوة أخرى اللي كانت قبلته بترفضه. حسب إنكيات. لا يمكن. مش حسب إنكيات، حسب شو بيعطي نتيجة لكل كتلة 100%. ولكن هو ينوصف هذا القانون بالطائفي نوعا ما. إيه ليش لا؟ شو بلدنا شو دخلي طائفي، وبلشت تطلع أصوات فدرالية بعد نتخبى ورا خيال إصبعنا. لا بدكم بكره تعوا نظهر من الطائفيه. الارثوذكس قلت لك ستنا باول حديثنا، الارثوذكس الاكثر تاقلما مع عدم الطائفيه، بس مش يعني زيدوا علينا ونصير نحن لانه هيك انتم برا او بنجيب لكم مين ما كان يمثلكم. لا ما في هاي مين ما كان يمثلنا، ما بقى في مغبونه كطائفه وكاسماء موجوده بالطائفه بالتمثيل الوزاري. إيه صرنا فتره. أنا بقول إيه وبنيابة لماذا؟ عرض عليك من قبل الرئيس ميقاتي؟ ستنا الكريمة مش هيدا المهم. المهم أنه العهد السابق أمعن بتدمير الحالة الأرثوذكسية، وأمعن يعني عنده مشكلة الوزير جبران باسيل، عنده مشكلة ومش لوحده، كمان القيادات المارونية الأخرى عندها مشكلة، ما بتقدر تتفهم انه الارثوذكس يكون عندهم حاله وجدان لهم. بس لكل حادث حديث بوقتها. بس شوف، ما بتنفسوا الموارنه اقلوا على الكرسي كارثوذكس، لماذا؟ لا ارجع لك لكان على اللي قلناه كمان سابقا، هن براسهم انه كل المسيحيين نحن. لا حبيب قلبي مش كل المسيحيين انتم ولا شوي. يعني بتوافق الرئيس بري الذي قال المشكله هي عند الموارنه اليوم برئاسه الجمهوريه أو دائما عند الموارد؟ إنه مش رح روح لهالدرجة، بس اليوم إذا بتطلعي على رئاسة الجمهورية، نعم القيادات المارونية اللي منا قادرة توصل، هم الوحيد إنه ما يوصل هيداك. فالمشكلة مارونية إنه جبران هم الوحيد ما يوصل سليمان بيك فرنجية، والدكتور جعجع لحديت ما نشوف موقف السعودية وين بيروح، منه عاجبه إنه يوصل سليمان بيك فرنجية. بس لا بيقدر الدكتور سمير يعمل رئيس، وأكيد جبران ما بيقدر يعمل رئيس. طب شو كيف هنكيات هذه؟ يعني هي مشكلة مارونية. والشيخ سامي نفس الشيء، يعني مواقفهم مش إنه تعون شوف كيف بدنا نحفظ هالكرسي ونعطيها رونقة، ونحن الموارنة مسؤولين أكثر من غيرنا
يعني باستحداث رئيس يكون يعني يمثل الوجدان الماروني، مثل ما انا بدي تمثيل للوجدان الارثوذكسي، انا بهمني يكون الوجدان الماروني ممثل برئاسه الجمهوريه، ولكن الطريقه اللي عم بيتعاملوا فيها انه زيح انت لانه انا ما بقدر كون، هيدي نكديه سياسيه وبتدل عن قله ثقافه سياسيه. نعم، رح نحكي عن الرئاسه بعد قليل، ولكن خلينا نبقى شوي بالوضع الارثوذكسي. في تعبير يقال طول ما في ماروني، للاسف بعتذر اولى، ولكن هذا التعبير من قيادات مارونيه في التاريخ كانت، انه طول ما في كرسي الماروني بده يتخانق على هالكرسي، حتى لو صار في تقسيم، حتى لو صار في نظام عفوا فيدرالي او اي. هل توافق هذا الموضوع؟ وهل برايك لو فعلا كانت مع اي طائفه اخرى كنا عم نشهد هذا التطاحن، ام لانه بالمارونيه السياسية تحديدا بالطائفة المارونية هناك روس كثيرة وغير متوافقين نظرا للحروب اللي كانت بيناتهم وعلى مدى التاريخ؟ في طريقتين لانتخاب رئيس جمهورية، يما بيتنافسوا داخل مجلس النواب أي مرشح مع أي مرشح، واللي بياخد 86 صوت بأول دورة بوجود 86 نايب من شان يكون النصاب مأمن، مبروك فخامة الرئيس، واللي بياخد 65 صوت بوجود 86 نايب بالدورة الثانية وبالطالع، مبروك فخامة الرئيس. وفي الطريقة الأخرى اللي هي التوافق على رئيس. أنا أعتقد، قلت لك على من ثلاث دقائق، أنا شايف عند القيادات المارونية أنه ما في يعني رايحين ضد بعضهم بدون ما يفكروا، لا بتعوا ننزل على مجلس النواب واللي بيطلع مبروك، ولا انه تعوا نعمل توافق على اسم ونمشي فيه. بينما عند الطوائف الاخرى ليش التوافق اهون؟ نعم. التوافق اهون لانه يعني الشخصيات الارثوذكسيه والكاثوليكيه ومن يمثل الاقليات وغيره وغيراته من الارمن والى اخره، تكوينهم انعم بمعنى تكوين اقرب للتوافق ويعني الانفتاح من مرشحين الموارنه، علما انه ما معناتها انه ما في مرشحين موارنه منفتحين وحاضرين وابناء كار ولازم يكونوا، بس في هذا التكوين، وهذا التكوين مرتبط بالتالي يا ستنا الكريمه. نعم تفضل. بطركيه الموارنه هي في بكركي، فاذا هن ملعبهم الاساسي لبنان وثم انطاكيا وسائر المشرق. بطرقيات الكويتلي والارثوذكس والسريان حيط على الحيط في سوريا. دمشق. نعم بدمشق في يعني في باب توما، وبالتالي نحن اكثر نعومه بالنسبه لانطاكيا وسائر المشرق ولبنان. يعني فهمت كيف؟ يعني الارثوذكس او الاقليات او الكويتلي او الكويتي بيقدروا يلقطوا جميع، يعني ينطلقوا من العام الى الخاص الى لبنان. بعتقد هيك، بعتقد من مسؤوليه من دون خساره وطنيتنا اللبنانيه. واضح؟ نعم. يعني لما حدا يجي قلنا لانه بدنا نحكي لاحقا عن سوريا والانفتاح ايضا على سوريا، من مسؤوليه من بجمع الطائفه المارونيه؟ هل للبطريركيه المارونيه في بكركي مسؤوليه، خصوصا انه حاولت تعمل هذه الخلوه الرياضه الروحيه نوعا ما، وانجا قعدوا حد بعض وما تطلعوا بعيون بعض؟ ستنا الكريمه، انا كنت بفضل انه ما يكون في هالشيء. ليش؟ في مره الله يرحمه البطريرك الكبير صفير حط ليستا من أسامي كمان وما حدا أخذ له فيها. غبطة البطريرك الحالي عمل وعظاته مثل ما لازم، بس أنا كنت ضد أنه يتدخل مباشرة، علما أنه مرتين وثلاثة خزل هو واللي كان قبله يعني البطريرك صفير الله يرحمه باجتماعات خاصة مارونية، يتفقوا على شيء ويظهروا على الباب يكون يعني محايم مثل ما كنا نمحي نحن وصغار بالتيباكس او بالايدا كلمتنا، هذا شيء ما بينقبل. فانا كنت يعني ما في احترام، ما بدي اقول ما في احترام، فانا يعني اللي بيبين انه الفريق السياسي وراس الكنيسه ممكن يتفقوا اوقات
ولكن لا ما عم بيقبل الفريق السياسي انه رأس الكنيسة هو بيمون بالآخر للأخير. فبالذات أنا رأيي كان انه رأس الكنيسة يضل فقط واعظا أو ضاغطا أو متحاورا مع الطوائف الأخرى، ويترك أبناء طائفته على هن فيه. مش من مسؤوليته مثل الأب الذي يجب أن يجمع أبناء وأقله ليخففوا هذه بلا الحالة. نحن ما قلنا لا أو هذا يعتبر تدخل الدين في السياسة بلبنان؟ ما الدين سياسي والسياسة دين بلبنان شو؟ كمان هاي كمان بدنا نتخبى برخيال أصبعنا. ستنا الكريمة اللي حبيت أقوله أنه صار في يعني صار في تجارب سابقة لم تكن ناجحة. نعم. فأنا ما كنت من المشجعين أنه ينخرطوا بتجربة جديدة. نعم. سقف المطران اليسعودي أيضا يعلو ويتناغم جدا مع سقف البطرك بشارة الراعي. طبيعي. ليش؟ واضح أنه ضد مرشح بس سيدنا الياس. سيدنا الياس ما بيجمع الأرثوذكس وقت نيابة رئاسة المجلس وبيقول لهم أنت مش أنت، لا أنا، لا أنا. ولا غبطة البطريرك يوحنا العاشر بيعمل هيك. نحن عم ننقل الصوت تبع الكنيسة، هو هذه الطريقة الوعظة وطريقة يعني اعطاء بعض التوجيهات، ولكن بالاخر بقصوا اوقات ومعليش، ولكن بالاخر للاخير مثلا عندنا الارثوذكس واضح جدا قال يعني انه ما بدي اقول انه نحن بعيد عن بعضنا البعض، ولكن خط الكنيسة كإكليروس شيء وخط السياسي شيء آخر. لما منقول نحن كنيسة منقول عند الأرثوذكس هي الإكليروس والناس والأعوام. نعم. من هيك بطريركنا نهار اللي صلى نهار الأحد نهار عيد الفصح صلى على ركام كنيسة أنطاكيا، قال إنه كنيسة أنطاكيا ستقوم من جلجلتها شاهدة وشهيدة. يعني هيدا المعنى الأكثر لإلنا. لمن بيقول كنيسة أنطاكيا ما معناتها الكنيسة يعني هن أو هالحجار. نعم. الكنيسة ككل مثل ما بيقول سيدنا المطران جورج، الأعوام والإكليروس هم الكنيسة. نعم. ولكن هناك نوع من نفس مش تدخلي أقله نفس كمطران يسعودي أنه ضد مرشح سليمان فرنجي، يبدو واضح متناغما، ربما مش متناغم ولكن كمان نوع من مثل الأستاذ اللي عم بيأنب تلاميذه على أنه عملوا درس كنوا خلصونا هو والبطريرك الراعي، ولكن إلى أين سنصل هو بهذا؟ من الموقف تبع المطران الياس مش هيك. الموقف تبع المطران الياس هو يا سعادة أصحاب السعادة النواب تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وقعدوا تحت وانتخب مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لا تنتخبوا رئيس، ومش عم نطالب برئيس أرثوذكسي كنيستنا. نعم. مش عم نطالب برئيس أرثوذكسي كنيستنا يعني الأعوام والإكليروس، عم نقول لهم تفضلوا انزلوا انتخبوا الماروني اللي بدكم إياه بس انزلوا وانتخبوا. في اسم مرشح أقرب برأيك للمطران اليسعودي بما أنك على تواصل معه؟ ما بفضل ما بعتقد أنه بيفوت بلعبة الأسئلة أبدا ولا في تواصل من بعض المرشحين معه؟ ما يعني يمكن زاروه يمكن شافوه يمكن، ولكن أنا برجع بقليك الإكليروس الأرثوذكسي لا يتدخل في الأسماء. نعم. وعندما ينتخب النواب برأيك الموجودين بمجلس النواب لا يعني عم ينتخبوا بحسب كتلهم؟ للأسف أكترية النواب الأرثوذكس بالكتل اللي ما لهم دور كبير فيها. منيح؟ للأسف أكيد. والحق لو إجا أنو للقاء الأرثوذكسي كنت بتشوفي غير لأنه غير. مش هن منتخبين وعلى كل حال جايين مع مزبوط. التسويات الكبيرة مزبوط. يعني أنت مش راضي عنهم؟ مش قصة مش راضي عنهم، عم بوصف حالتهم كأمين عام لقاء الأرثوذكسي. أنا عم بوصف حالتهم بدون ما عيبهم أكتريتهم أصحابي وأصدقائي، ولكن هن بيعرفوا أنه هيدا هو واقعهم ما نعم. بيقدروا يطلعوا من رئيس كتلتون الماروني. ندخل إلى الرئاسة، في تخبط كبير، كل حدا عم يقرأ يمكن الرسائل الدولية على حسب هو شو حابب، حسب هو مين حابب يجيب كمرشح رئاسي. الواضح أن المعارضات بوجه الثنائي الشيعي تحديدا فشلت، بالرغم من أنه التيار الوطني الحر خارج هذه المعارضات، معارضة لوحده، ولكن
يبدو واضح حتى المسيحيين اللي هن أكتريتهم مسيحيين يفشلون في الاتفاق على اسم واحد. كيف تنظر إلى هذا الموضوع خصوصا أنه فرنسا مثل ما سمعنا كمان الزميل محمد علوش، فرنسا تقرأ يعني مثل ما هي بدا الموقف السعودي، الموقف السعودي لا شك أنه يؤثر، ولكن حتى الآن السعودية لم تقل كلمتها، ولهذا السبب هناك أخذ ورد. بحسب رأيك قدي بعدنا بعاد فعلا مثل ما قال دكتور سمير جعجع بالمقابلة، قدي بعدنا بعاد عن الرئاسة؟ وفي أسئلة كثير تحديدا أيضا عن المقابلة اللي جرت معنا. نحن بعاد عن الرئاسة أكيد. ليش؟ لأنه الرئاسة ما بتجي بلبنان إلا نتيجة تسوية معينة بيكون فيها الإقليم وأوسع من الإقليم، وأيضا بعض القوى الداخلية لتأمن النصاب المطلوب والأصوات المطلوبة للانتخاب. فبالتالي اليوم نحن منا على أجندة حدا، للأسف منا على أجندة حدا إلا على أجندة فرنسا يلي صار واضح أنه حب تخلص قد ما فيها بسرعة الملف اللبناني، لأنه عندها صار مصالح اقتصادية كبيرة بلبنان مع عمودين كبيرين لها اللي صاروا حاطين يعني مدمكاتهم بلبنان، توتال انرجي وسي ام اس جي ام وربما غيرها وغيرها من الشركات. فللفرنسي هذا الموقع أصبح موقع استراتيجي، لأنه في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ما بقى عنده وطئة قدم فعلية اقتصادية وبين هلالين سياسية إلا في لبنان. فلذلك أنا ما بقول ما لهم حق، بالعكس أنا بقول مشكورين أنه عم بيجربوا بالقليلة ويجربوا يدفشوا جوات الخماسية نحو حل معين. ثانيا، نعم، في موضوع التقارب السعودي الإيراني اللي هو مهم جدا، ورح أقول لك بصراحة إيران ليست في طور تزعل محمد الأمير محمد بن سلمان هالقد، وأنا بعرف هالكلام كمعلومة، وهذا الكلام نقله وزير خارجية إيران السيد عبد اللهيان إلى قيادات لبنانية عديدة، وتم ما لازم ننسى انه تم الاتفاق السعودي الايراني في بكين وليس في الغرب، وبالتالي مصالح ايران ومصالح دول التي تتطلع الى الشرق مؤمنه، ومصالح الاقليم معناتها تسفير المشاكل بالنسبه للسعوديه وبالنسبه لايران، والدور السعودي يلي بتلاحظي ستنا الكريمة انه اخر اجتماع بجدة لمجلس دول التعاون الخليجي نزاد عليه ثلاث دول، العراق الاردن ومصر، صحيح، اصبح يعني بما معناه اجتماع دول جوار السعودية، بقي براته لبنان وسوريا. نعم، اذا بدنا نضلنا نحن عم نحكي عن منطقة المشرق، بقي براته لبنان وسوريا، وهذا التنامي للدور السعودي هو يعني الإيراني مش كارت بلانش بس كتير قريب من الكارت بلانش. هل قد إذا هل قد الوضع هذا يعني حظوظ سليمان فرنجية لا يجب أن تكون هل قد عالية إلا إذا السعودي بده ولح نحكي بصراحة، وإذا السعودي ما بده ما فيك تعمل تسوية بلبنان، لأنه الاتكال في التمويل لإعادة نهوض الاقتصاد اللبناني ستأتي من الدول الخليج، ودول الخليج هي كلها تتعاطى مع السعودية بطريقة بعيدة جدا عن ما سبق قبل بقصة بقاطع هيدا وهيدا من حاصره وإلى آخره، وكبر الدور السعودي وتسفير المشاكل حل يعني بسرعة كتير كان بين البحرين والإمارات وقطر والسعودية، يعني شفناها صارت ضمن شهرين، وبالتالي نعم في اتكال على الدور الخليجي بيتقدمهم. نحن عند الأرثوذكس بنحب دائما نقول المتقدم بين المتساوين، مش هيك؟ فنحن كنيستنا كنيسة متقدم بين متساوين، فالمتقدم بين المتساوين اليوم هو المملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيك تعمل حل بلبنان براتها، فالتسوية فيها تاخذ نوعين، يا اما رئيس للفريق اكس
أو مدعوم من الفريق إكس، لأنه مش ضروري يكون زلمة الفريق إكس. صحيح. وفريق ورئيس حكومة للفريق إجريك، على أن يكون الفريق إكس والفريق إجريك متفقين، فبالتالي هاي تسوية. ولكن هن مش مثل بعضهم على كل حال. وفي تسوية أخرى ستنا الكريمة، في تسوية أخرى أنه بيجي اثنين وسطية. ففي يا هاي مطروحين، يا هاي مطروح حاول اثنين سيناريو. السيناريو تبع اثنين وسطيه منه موجود على الطاوله، بس ما بينشال من وراء الاذان. من ما بينشال من وراء الاذان. خلينا نشوف السيناريو الاول لوين بيوصل. السيناريو الاول اللي هو يجب ان تقبل السعوديه بسليمان فرنجي، هل بدات الافق تفتح مع السعوديه؟ انا اكيد انه الفرنسويه والسعوديين عم بيحكوا مع بعضهم، واكيد انه في العين الامريكيه على هذا الموضوع، واكيد انه قطر بالاخر للاخير ما بتزعل السعوديه، ومصر كمان ما بتزعل السعوديه، فبالتالي فرنسا بتزعل السعوديه؟ انا بقول لا. ولكن على هذه الحال فرنسا تحاول اقناع السعوديه بسليمان فرنجي اذا بدنا. اليوم نحن نعم في خضم هذه المحاوله. وين وصلنا بالطريق؟ ما عندي فكره يعني. رأيك؟ يعني ما رح هل هناك ما رح كون مثل غيرك وقل مثل غيري وقل لك الليله صار هيك وامبارح صار هيك وبكره صار هيك. انا عم بقرا شو موجود، عم بحلل وعم في هذه الحوارات بين السعودية وفرنسا، هل هناك فيتو سعودي؟ يعني السعودية وضعت مواصفات، ولكن حتى من فريق الممانعة وتحت الطاولة بينحكى بوضوح هذه المواصفات لا تنطبق على سليمان فرنجية. خلينا نشوف. معقول على أي أساس بدهم يتغيروا مواصفات السعودية؟ بتتغير مع المكاسب الاقتصادية والسياسية، مش هيك؟ مثل غير دول، مثل غير دول. يعني هذه الضمانات اللي يحكى عنها اليوم في الشرق الأوسط، هذا جزء كبير من المحاولة الفرنسية. ولنحكي بصراحة ريتون أنا تماما. هلأ في إشياء زايدة أنه تعهد كتابة وكذا، رأيي أنا مش كتير دقيق هالكلام. ولكن أكيد صار حديث، وصار حديث بالعمق، وكل الناس بتعرف أنه بملفين أساسيين يستطيع سليمان بيك انه يقوم فيهم احسن بكثير من غيره، اللي هن النزوح السوري والاستراتيجيه الدفاعيه. قادر سليمان فرنجيه يعطي وعد او ضمانه لاستراتيجيه دفاعيه هو اول ما وصل من فرنسا طار صاروخين؟ مش اثنين، شيء 30 يعني دغري. اول ضربه. بس ما في شيء، ما حدا بيقدر يعطي ضمانه. بس في ناس عندها قدره على الكلام والذهاب إلى الحوار الأعمق أكثر بكثير من غيره، وهذا مبني على موضوع الثقة. هذا لا يعني أنه ما في ثقة بأشخاص أخرى وما في إمكانيات أخرى، بس عم بقلك اليوم الأكثر واحد عنده أصوات بمجلس النواب معلنة هو سليمان فرنجية. في شغلتين بدها تتأمن، النصاب وبعد شي 10 ل 12 صوت لا يقدر ينتخب بالدورة الثانية إذا بقي النصاب القائم. نعم. هاي دولة عند السعودية. يعني كأنه سمير جعجع بأمن النصاب على هذه. والله أنا سمعته للأستاذ محمد قبل ما فتي على الاستوديو، ولكل حديث تعرف الكتل النيابية فيها شغلتين دايما. فيها نواب حزبيين ونواب غير حزبيين، وكتير هين التمايز أو الطلب من الحزبيين بالتزام بشيء، بنسكر عين وبنخلي العين الثانية تشتغل، والطلب من الغير حزبي أنه يأخذ حريته. ومش بس بهاي الكتلة، بعدة حتى بالتيار الوطني الحر، بعدة كتل فيها تأخذ بتلاقيها قريبة أنه يمشي هيدا السيناريو، سيناريو تأمين النصاب لسليمان فرنجية أقله، لأنه 65 صوت صاروا قريبين. يعني لو كنت قاعد حد الرئيس إيمانويل ماكرون والأمير محمد بن سلمان كنت بجاوب، بس هلأ كيف بدي جاوبي؟ المنطق بس أو عم أو أو, أو, عن أو عند الأمير تميم أو عند الرئيس السيسي، أو أنه كيف بدي جاوبك هلأ؟ يعني السعودية تتعاطى مع لبنان كملف وليس مثل كأنه نقطة سوداء مرقت بست سنين. بعتقد أنه اللي بده يسفر مشاكله واللي عم بياخد هذا التحدي الكبير ما بعتقد انه انتقل نهائيا الى قصة صفر مشاكل بدون ما يتطلع على شو في وراء. حرب اليمن كلفت جدا، ويحوي عم بيتقدم فيها. انا مروان ابو فاضل اتمنى النجاح للامير محمد بن سلمان.
نعم يبدو لهلا عم ينجح يا رب. اقل يا رب لأنه وزن السعوديه كله تغير لانه عم تعطي داخل السعوديه عم تعطي جو اخر تماما بالعالم العربي عم تعطي جو اخر وعم بيكون هو دقيق جدا بعلاقاته يعني صحيح بنروح بنمضي ببكين على اتفاق مع الايرانيه ولكن ايضا بنشتري اسطول فوق ال 100 بوينغ من امريكا برجع بقول لك هذا نموذج عم بيدوزن انا مروان ابو فاضل اتمنى له النجاح الاقوى حاليا وعلما اني انا ما بحياتي رحت على السعوديه هو الأقوى حاليا بهذه التكتيكات والمعادلات شو ما حكينا من شوي أنه بدل ما تكون قمة دول التعاون الخليجي أصبحت قمة دول جوار السعودية نعم أكيد قوي قبل الانتقال إلى البريك قلت شيء أسليم أنه سليمان فرنجي هو الوحيد القادر أن يعطي على الأقل هذا الوحيد قلت لك الأكثر الأكثر هذا يعني أنه ميشيل عون ما كان عنده المونة عند الحزب بالنسبة للاجئين وبالنسبة خصوصا لاستراتيجية الدفاع أو ما كانش في التوقيت اللازم كان ما كان التوقيت بيساعده علما أنه الرئيس ميشيل عون يعني الله يطول بعمره ويخليه ما كتير عهده كان على العهد اللامع فما كتير قادر كان يعني يتحرك بحرية بطلبات ولا خلص الطلب اللي عطوه الحزب وهو الرئاسة ما بيقدر بقى يحكي بعده خلص هاي هي خلص وحزبه رئيس حزبه ما عرف يكون وفي نحاك هي وفى للحزب يعني اللي بيجيب لك نص نوابك شو ما بتكون وفي له في قلة وفى يعني هلأ من قبل التيار لحزب الله أنا بقول إيه أنا بقول إيه لو يعني فيك تتميز وما تطلب شيء وقد ما بيطلع لك وحكي اللي بدك إيه بس فيك تتحالف تحالف عضوي وبعدين تقول لا مش عجبني إذا ست سبع نواب إجوك من هذا التحالف كيف هالكلام نحن ستنا عنا بالسياسة أخلاقيات معينة ما بفهم أنا اللي ما عنده أخلاق بالسياسة ما بفهمه هيدي مش بس لحدا لأي حدا ما عنده قلة أخلاق بالسياسة ما بفهمه لأي درجة ميشيل عون وعهده يظلمون الآن سليمان فرنجية كتير كيف بيقدر سليمان فرنجية يغير هذا الموضوع أو خلص هيدي وصمة عار وطبعت مش ضروري ليش بده يغير سليمان فرنجي لا انا قصدي لانه في عنا السنين ست سنين عشنا فيهم مشاكل مع كل الاطراف شو بيقدر يعني بطل في ثقه اذا اعطيت كلمه اذا انتخب سليمان فرنجي او غيره يعني انا ما بدي اقول انه ما في وحكينا نحن انه ممكن يجي اثنين وسطيه صحيح. وممكن يجي هو وشخص ثاني ويعتبروا اثنيناتهم وسطيه وممكن يجي شخص ثالث في كمان أشخاص كتير مرتبة فيها تعمل رئيس جمهورية وفيني أذكر لك أسامي إذا بدك مثل أنه شو بيشكي الوزير ناجي البستاني مطروح الشيخ وديع شو بيشكي مطروحين الأستاذ زياد شو بيشكي في كتير يعني بدك سمع لك شي 6 7 10 15 بس لازم ينجحوا بالاختبار من الميلتين ليقدروا مش قصة اختبار أو مش قصة اختبار قصة وين رايحة التسوية بنشوف بوقتها بدنا نحكي عن وين رايحة التسوية عن أيضا ما يجري من تحقيقات الآن في هذه الأثناء حتى ما حضر على كل حال شقيق حاكم مصرف لبنان أيضا بدنا نتحدث عن الرئيس ميقاتي ومواضيع كثيرة بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل ونعود رحب فيكم مجديد مشاهدينا ومنكمل الحلقة مع أمين عام اللقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل كنا نتحدث عن وضع التسوية وين رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي من هذه التسوية بالرغم من أنه يطرح تساؤلات كثيرة أنه ما فينا نعمل تسوية على رئيس جمهورية بيبقى ست سنين ورئيس حكومة بتقدر تتغير حكومته بجمعة ستنا الكريمة الرئيس ميقاتي أول شيء بدي أدي له التحية أنا غير أني بحبه بالشخصي عم بتطلع على عمله عم بتطلع على قدي عم بيتحمل عم بتطلع قديش بالعربي الدارج عاضد على الموس وقديش دم عم ينزل هالقد 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 وأنا عم بحكي كلام العارف
ولو عندنا كان غيره بهاي المرحلة وغيره مترأس حكومة تصريف الأعمال وغيره بمكان ما مستلم صار هلأ هو وأكترية الوزراء السلطة الإجرائية بكاملة دون أن يمس بالصلاحيات اللصيقة بفخامة رئيس الجمهورية، بقول لك كنا نتعذبنا أكثر بكثير. عنده قدرة على تدوير الزوايا، عنده قدرة على الحضور، ربط علاقاته الدولية بسرعة كبيرة وعلى أعلى مستوى، وأنا بتمنى له كل الخير. وقد ما طالت الأزمة رح يكون هو قائد السفينة حتى تنحل ونوصل للتسوية. وما أعرفه نعم أنه هو أحد الطارحين الكبار أنه التسوية ما يكون هو اسمه فيها. هو اللي طالب هذا الموضوع؟ نعم. طرح عليه هذا الموضوع؟ نعم. من قبل من؟ الدول اللي عم تتعاطى بالملف أكثر من دولة؟ وكان واضح تحديدا فرنسا، كان كلهم كان واضح جدا معهم حول هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه التسوية يمكن مثل ما قلتي أنت بتتطلب تغيير معين. هلأ في نوعين من التسوية. نعم. في التسوية يلي ما بتوصلنا نهائيا إلى الحل وبتوصل إلى مرحلة انتقالية، أنا أكيد أنه الرئيس مئاتي بيعطي دور لغيره. وفي ممكن توصل التسوية بعد ما يكون كل شيء انحسم، وبالتالي في يعني نهوض فعلي للبنان وخطة نهوض. نعم. وهون أنا مروان أبو فاضل بقول له إله وعبر شاشتك أنه حتى لو أنت بدك يا دولة الرئيس أن تكون التسوية تروح لحدا آخر، حرام أنت ما تاخد بمرحلة قيام لبنان اللي حطيته أنت منك ومن شخصك ومن تعبك بمرحلة تهدئة لبنان من السقوط النهائي. نعم، ولكن في ملفات تفتح للرئيس ميقاتي في الخارج، ملفات ببلجيكا، ملفات ببعض ماني أكيد، ماني أكيد، وإذا في القانون والقانون ومحاكمات وأيضا مثل شو بأكثر من دولة أوروبية أقله في الأطراف اللي بتحكي عن هذا الموضوع، جهة التيار الوطني. أعوذ بالله، إيه مين عم يحكي؟ يعني بتشكك مين اللي عم يحكي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف؟ بالرغم من أنه الرئيس ميقاتي كان بالأول أول ما استلم رئاسة الحكومة، بالرغم من قبل رئاسة الحكومة بالرئاسة السابقة كان في كلاش مع الرئيس ميشيل عون وإلى آخره، ولكن انتهى عهد الرئيس ميشيل عون بتصاعد وتيرة هذا الخلاف واللي مكمل لحد هلأ. إيه مزبوط. هذا يعني علماً كأنه قضي على علما كمان بالمعلومات اللي عندي، علما انه يكون عدة مرات متفقين الرئيسين رئيس مجلس فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة على شيء ويتغير هالشيء بتليفون صغير من داخل قصر بعبدة بمكتب يكون في يكون في حدا قاعد بطابق اخر او بغرفة. عم تقول عن الوزير جبران؟ 100%. نعم 100%. يعني هي علما كمان رقم. علما كمان حتى مع الرئيس سعد الحريري انه انا ما بدي خفف ما بدي خفف من قوة الرئيس ميشيل عون يلي بالآخر للأخير في كتير ناس بيقولوا جبران بيخليه ينفذ. أنا مني أكيد، أنا أكيد أكتر أنه الرئيس ميشيل عون كلمته عن جبران ما بتصير اثنين. هيدا نعم. كمان شيء عايشه أنا، سو أنا أكيد من هالموضوع. نعم. مروان أبو فاضل، لماذا لم يكن في حكومات الرئيس ميقاتي؟ طرحت وطرحت على الموقع اللي بهمني أنا، في مواقع ما بتهمني مثلا نائب رئيس مجلس، نائب رئيس مجلس وزراء. بتعرف ليش بيهمني؟ من شان الحالة الأرثوذكسية ومن شان الوجدان الأرثوذكسي. نعم. وأنا أحبذ أنه دايما يكون نائب رئيس مجلس الوزراء أرثوذكسي عريق وحشوته أرثوذكسية، ويكون بدون حقيبة ليشتغل بالسياسة مثله مثل بقوة الرؤساء. برجع بقلك أنا برجع بحكي بالخمس رئاسات بالهن الأربعة، في واحد نيابتين رئاسي ورئاسي ورئاسي ورئاسي، فنحن في أربع رئاسات. لماذا لم تقبل؟ لأنه أنا ما بروح بعمل زيارات لعند حدا. مثل مين؟ الرئيس مئاتي كان صادق جدا بهذه القصة، وغيره ما كانش صادق ولا شوي. نعم. وغيره كان حتى برجع بقليك القيادات المارونية اللي ما عندها ثقة كبيرة بنفسها
تخشى أي شخص من طائفة مسيحية أخرى، إن كانوا موارني أو أرثوذكس أو كويتلي، إذا عرض كتافهم شي مترين. كيف يلي بيعمل معتبر حاله؟ يمكن أنا مجنون، يمكن أنا أخوذ، بس أنا معتبر عرض كتافي أعرض بكثير من كل هيدا، من كل هول. كان قال لك الرئيس ميقاتي كان واضح، قلت لي ما شو يعني لوين الزيارة رح تكون على القلوق؟ مين؟ لا عم بسأل، فعلا عم بسأل، لأن قلت لي في زيارة لازم أعملها، بس ما رئيس الحكومة هو اللي عم بيشكل الحكومة على كل حال، إذا بده يحط لا وزير. لا لا، حر يعني رئيس الحكومة يشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، لا كمان في الدستور، ولكن عنده حصته اللي بيقدر يحطه. ايه يعني اذا ما كان اسمك مرفوض ما لم تقم بزياره الوزير جبران باسيل او فخامه رئيس الجمهوريه، او ما طلعت زرتهم، على كل حال هذا رئيس البلاد. برجع بقول لك بالاخر للاخير، لي احترام كبير لموقع رئاسه الجمهوريه، وانا حر مين بزور ومين ما بزور. منيح؟ في وانا خلاف. ما بمرق بفحص عند حدا، ولا ببصم عند حدا، مش الرئيس ميقاتي ما ببصم عنده. منيح هيك؟ فإذا كيف عند غيره؟ علاقتك سيئة بالرئيس هون والوزير جبران باسيل أو ما في ما تواصل؟ مش إنه سيئة أو مش سيئة، لهم لبنان وهم ولي لبناني. عملت مشكلة هيدي مؤخرا. عم بقول لك أنا، كل واحد عنده نظرة معينة للبلد وطريقة تعاطي. نعم. طريقة التعاطي أنا ما بتعجبني. إذا بدنا نرجع للتسوية. علما إنه بدي أقول لك شيء ست نعم. كلارا. أنا عندي عطف معين على فخامة الرئيس ميشيل عون. ليه؟ هيك في شيء بمكان ما جوات قلبي محجوز له. السبب؟ عدة أسباب، بس عم بقول لك له علاقة بمرحلة الحرب وقيادة الجيش أو بعدها. عم بعترف لك بشيء دفين عندي جوا. أنا الرئيس ميشيل عون وبعمره هلا يعني باللي مرق فيه، كنت بتمنى يكون عطوف أكثر. عطوف أكثر، بس أنا ما فيني غير شو في جوات قلبي، بمكان ما له مكان مميز عندي بقلبي. نعم. هلا بالسياسة بعقلي بشيء شيء آخر. نعم. شيء آخر. بدنا ننطلق من هون. ومش بس هو، أنا عندي كتير محبة لكتير ناس. مثلا في محبة خاصة للرئيس بري، عندي محبة جاي أسألك عن الرئيس عندي محبة بري. خاصة للرئيس بري. ليه الرئيس بري كل الناس تختلف معه وكل الناس بحبه بالشخص؟ أحبه لا عارف. أنا مش مختلف معه فوق بالسياسة الدكي. لا فوق ما بتختلف مش مختلف ما معه. بتختلف معه، بس عندي في ناس عندي إلهم إذا مش عاطفة خاصة عندي أدميراسيون، يعني إنه بيلبولي بمكان ما جزء من ما هو تربيت عليه أو دافين فيه أو والدك ومرحلة والدك ومجلس النواب سبطية والنضال بوش الإسرائيلية والنضال الموجع بوش الإسرائيلية. أنا ابن مرحلتين في بيتنا، مرحلة ما قبل ما أخلق واللي عاشت معنا من وقت اللي خلقت لوقت اللي توفى بيي، ومرحلة نيابة رئاسة المجلس والمجلس النيابي يلي اجت كمان على بيتنا قبل ما اخلق انا وعايشتها لحد توفى والدي. نعم. وثم اجاني دور مرة. صحيح. ولانه بدوري المرة، الله يرحمك يا استاذ بيير والله يعطيك الصحة يا استاذ فؤاد ويطول عمر الجميع، ما قدرت اقبل بموضوع معين اني اطلع من اخلاقي لروح على القبول بموضوع معين. اذا فينا نوضح اكثر طريقه عوده المهجرين. نعم. انا ما كنت شعزوي، وبالتالي صار اللي صار، وما كان في مصالحه حقيقيه، ندمان على شغلي وحده عملتها بحياتي. ما في مصالحه حقيقيه بالجبل في ولكن ما كانش في عدل توزيع الأموال، ولا كان في رغبة كبيرة بالأول، بعدين إجا خطر آخر فمشيت القصة بطريقة أحسن. وعلاقتك مع رئيس الحزب التقدمي بهذا من يومين كنت عم بعزي لوليد بيك، لا عنده كمان بمكان ما جوات قلبي، رغم الخصومة إن القيادات رغم الكبار. الخصومة بالسياسة بالآخر للأخير وليد بيك جنبلاط كان ناطر نعش والدي على مطلت خلدي، في اشياء انا ما بنسيها. سنه 92 هو اللي بالاخر وافق على التريو اللي اسمه
بيير حلو، فؤاد السعد، ومروان أبو فاضل، وصارت التسوية بحوض يعني مع رئيس الحزب التقدم الاشتراكي والمير طلال، وعملنا لائحة توافق بالجبل وقتها. نعم. برجع بقول لك التباعد أو الخصوم السياسية لا يعني أنك أنت في كره بينك وبين إنسان، بل كمان ما فيك تنسى مراحل طويلة عريضة من حياتك عشتها مع هيدا الإنسان. أنا هيدي الـ 180 درجة ما بفهمها. نعم. إذا بدنا نرجع لأنه عم يسبقنا شوي الوقت، إذا بدنا نرجع على موضوع الرئاسة، لماذا يتم تعرية سليمان فرنجية من هذا الغطاء والتمثيل المسيحي؟ ما حدا بيقدر يعري له، ما شو انه جده رئيس جمهورية، وكان جده قاسي بالموقف الماروني، جده راع على الكفور، وجده راع على الزوق، وكان عضو فاعل بالجبهة اللبنانية، يعني وهو ابن بيت ماروني عريق، وما حدا بيقدر يقول له هيك، بس هذا لا يعني انه هو الوحيد. في كمان كتير غيره، وفي كمان أيضا من برات ما يسمى هالبيوت التقليدية شخصيات ممتازة. نعم. وبرزت بشغلها وبمؤسساتها وبحضورها، يعني إذا بتطلعي على عمل العماد جوزيف عون بالجيش اللبناني ما فيك إلا تقولي برفع القبعة. الأسامي اللي ذكرت لك إياها كلها مؤهلة ومرتبة. نعم. كل واحد عنده شغلته. شو ما بيقدر واحد لأنه عنده أنه أنا عندي 15 نائب يعني أنت ما بتمثل، مش صحيح. أنا مني بجلس النواب وبعتبرهم ما بيمثلوني أكثر من هيك. لأي درجة أو بالأحرى خلينا ننطلق من فكرة، بما أنه جبت سيرة قائد الجيش، بالرغم من أنه ليس مرشح وهناك ضرورة بتعديل دستوري، ولكن هو الأوفر حظا، هو وسليمان فرنجية حتى الآن يبدو أنه الأوفر حظا. مظبوط. كرئاسة وأصلين، بس من برأيك بحسب المعطيات الموجودة، وهلأ عم بقرأ من شوي أنه بعد في زيارة بهاليومين لوزير الخارجية الإيراني أيضا إلى لبنان، ومثل ما قلت لي هذا الموضوع بالنهاية جراء تسوية كبرى بين السعودية وإيران وإلى آخره، إلى أي درجة بالأحرى لمن تميل الكفة بين سليمان فرنجية وقائد الجيش؟ بدك القصة كلها قصة توقيت. اليوم الجميع يعلم أنه الهوى ينفخ في شراع سليمان بيك فرنجية، والتسوية الأولى بانتظار. بتعرفي قديش أخذت وقت هاي؟ أخذت لها 6-7 أشهر مفاوضات، مش عم نحكي شو ما كان. ما حدا يخبري غير اللي رح قلك إياه. الفرنسي والحزب على تواصل دائم، والفرنسي كان من أول الطريق عم بيجرب يقنع الحزب بمرشح إكس. صحيح. بينما الحزب كان عم بيطلب من الفرنسي يتفهم المرشح إجراك. الإكس هو مين والإجراك هو مين؟ الإكس بعتقد العماد جوزيف عون، والإجراك بعتقد سليمان بيك فرنجية. يعني الفرنسي كان يريد جوزيف عون؟ أكيد أكيد. ولكن استطاع حزب الله أن يقنع الفرنسي بسليمان فرنجية ضمن هيك تسوية. مش يقنع، مثل ما أنت حاولت يا فرنسي تطلب مني هالشي، أنا وصلت لمحل أني أطلب منك هالشي، جرب إذا بتريد، بس جرب بكل قواك وجوارحك. إذا ما زبطت لكل حادث حديث، بس إذا زبطت زبطت. أنا ذاك بننتقل إلى، إذا ما زبطت ننتقل إلى تسويات الوسطيين، بترجع أسهم العماد عون وعدة أسماء مثل ما قلت لك إياها بترتفع، وبترجع أسهم يعني رؤساء الحكومات الوسطيين من نوع الرئيس نجيب مئاتي أو الرئيس تمام سليم. أنا إذا ولكن أنا مروان أبو فاضل إذا بتقولي لي بدك حدا مش مجرب وجايين جديد وجايين نعمل فيه فحص وامتحان، بقول لا بدنا سليمان فرنجية. يعني لا، أنا بقول لك لا بالموقعين. 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 إيه، بس سليمان فرنجية على كل حال معروف مجرب، وهذا بس ما بدي رئيس حكومة كمان يجينا نواف سلام، يعني مش ضروري نواف أو أي منعرف. أو أي اسم آخر. السياسة تجربة. في اسم الرئيس تمام سلام مطروحة. هلا قلت لي صحيح، ولكن مع التسوية الأولانية على راسي فوق عيني. أنا ذاك أنا ذاك الرئيس مئاتي وانا عم بقول لك على راسي فوق عيني. هذا راي الرئيس مئاتي عم بقول لك هيك. ولكن يقول الشيخ نعيم قاسم اما سليمان فرنجية او
الفراغ، مثل كأنه عم نرجع لريتشارد ميرفي، خيل ظاهر أو الفوضى. Or the chaos. يعني هذا يعني انه بدنا نمشي المعادله الاولى والتصوير الاولى. لو ما رح اقرا لك اياها بالسياسه ستنا الكريمه، ما قلنا لك هلا على مدى 7-8 اشهر كانت محاوله فرنسيه نحو الحزب. نعم. وهلا في اعطاء وقت من قبل الحزب للفرنسي في التسويه اللي اقترحها الحزب. نعم. واللي متبناها الفرنسي، وبالتالي يمكن هيدي لدعم لكم شهر لقدام. نعم. هذه المبادرة خلينا نشوف. الوزير عبد اللهيان جاي على لبنان، وبعتقد انه رح يكون واضح بقصة اللي بلشنا فيه، انه موقف ايران هو داعم للامير محمد بن سلمان. وما هو موقف الامير محمد بن سلمان؟ تعال نروح نساله انت وانا. ما فينا نعرف، ما هي كل واحد بيعطي رايي على ذوقه، بالرغم من انه هناك جوله ايضا للسفير البخاري. مصالح الدول كبيره، مصالح الدول لا ترتبط بهالبلد الصغير فقط. منيح انه حدا عم بيحكي ويتطلع عنها، لانه نحن من جواتنا قصار. صحيح. قصار يعيب الشوم. قصار. هل يطمئن قائد الجيش حزب الله؟ ما بعرف بالحقيقة. نعم. بس إذا بتقولي لي مروان عندك أي ملاحظة على إداء العماد جوزيف عون على رأس المؤسسة العسكرية، بقول لك ملاحظتي الوحيدة، وليس مثل بعض الوزراء اللي مرقوا عليه وهلأ في منهم وبيتفلسفوا على ربه، نيحك وهن ما بيفهموا شيء من شيء، لا بالدفاع ولا بغير الدفاع، ولا بكيف بيجيب وزير الدفاع، ولا كيف بيجيبوا ضباط وعلى المراكز، ولا كيف بيتعدوا على الطائفه الارثوذكسيه. عم بقول لك كيف بيتعدوا على الطائفه الارثوذكسيه. نيحك يعني عم بتوجه رساله لوزير الدفاع مباشره. اوريدي صار، ما انا كنت واضح، شو عملت بيان واضح. وكان في هناك ايضا مثل وشايه بواشنطن بهذا الموضوع. ما بيهمني انا اني ساقوم بواجبي كامين عام للقاء الارثوذكسي كل ما حدا قرب على أبناء طائفتي أو على المواقع المرتبطة بأبناء طائفتي. نعم. برأيك في حال انتخاب، لأنه خلصنا وقتنا خلص، ولكن في حال تم التوافق، ومش بس وزير الدفاع الحالي، في غيره مرق على وزارة الدفاع حلم أحلام بوجه العماد جوزيف عون. يا حرام شو هالولاد، تفضلي هالقد بتعم بلك يا حرام بعضهم عم يشتغلوا مهبيل نحيك هالقد هالقد ما بيقدروا يوصلوا لمحل. أنا بقول لا. ليه؟ لأنه المؤسسة العسكرية وقيادتها عندها عند اللبنانيين وعند خارج لبنان عندها هالة معينة، عقله صغير اللي بيفتكر أنه بيقدر يعمل وزير دفاع نكاية بقائد الجيش. من هيك قلت لك سوري، يعني أعتذر هبل. في حال تمت التسوية، جاي الرئيس وزير الخارجية الإيراني، وحضرتك قلت إيران ما بتزعل السعودية، هل يوافق حزب الله على قائد الجيش بالرغم من أنه قال بده تعديل دستوري هو والرئيس بري وإلى آخره؟ كل شيء مربوط بوقته. لما تصير التسوية كله بيوافق. لحديت يعني. الآن بالنسبة لحديت الآن مش أنا عم بقول، نائب الأمين العام بحزب الله عم بيقول يا سليمان فرنجية يا الفراغ. ننطر بس ننطر. ما بقى فينا ننطر، اختنق اللبنانية ما بقى فيهم ينطروا. كيف انتخبوا دخلك اللبنانية مرة الماضية؟ سنتين ونص. لا كيف انتخبوا؟ نطروا كيف انتخبوا؟ ايه يعني بأي طريقة للأسف. انتخبوا بمجلس النواب للأسف. طيب خلي يروقوا علينا، لكن كل واحد يعني كأنك عم ترجع تعيد جملة الرئيس ميقاتي انه طولوا بالكم علينا شوي، بالرغم انه الناس اختنقت. مش عم بقول هيك، الناس مختنقه اكيد، بس طب لما بيجي خيار، لما بينعطى للناس خيار التصويت وبيرجعوا بيجددوا شو صحيح. يعني صحيح. ما هيدا اللي عم بقول لك اياه. واذا كان اللي للاسف راح اللي عزلوا حيش، وراح اقول لك يعني بصراحه كمان، اذا 13 واحد اللي اجوا هن هول اللي بدهم يعملوا التغيير، عندي كثير منهم اصحاب وبحترمهم، بس في كثير منهم عم بتطلع على ايديهم وعم بتفاجئ نزول بحاجه يمكن لنضج سياسي. بدهم شغل. ايه بدهم شغل. هلا رح يقولوا لك هيدا قاعد عم يعطينا دروس وكذا وكذا، خيي يلي بده يتفضل يحاورني انا جاهز.
نعم، نحن للأسف وقتنا انتهى، بعد في كتير مواضيع بس بدنا نربحك بحوارات مقبلة بعد يعني فترة طويلة كنت معتزل الحضور يمكن أو السياسة، السياسة من بعيد قاعد عم تتفرج، هلأ لازم عن جد نستفيد من حضرتك استثمار. وأنا أبو فاضل أنا بشكرك. الله يخليك، نحن اللي بنستفيد من المنابر اللي مثل منابر. شكرا لك أمين عام اللقاء الأرثوذكسي نائب السابق مروان أبو فاضل. مشاهدينا بهذا نأتي إلى ختام الحدث، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.